صراحة فرحتوا الشعب المغربي كافة، سواء اللي في المغرب سواء خارج المغرب، وقلوبنا معاكم صراحة. واخا كنا كنريحوا في القهوة، مريحين في القهوة كنتفرجوا، ما عندنا هذيك الروح الوطنية. وبينوا الدراري سيرتو هذوك اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، خداو قرار صائب انهم جاوا لعبوا مع المنتخب ديالنا، مثلونا واحسن تمثيل داروا. والصراحة هزوا بالترابو ديال البلاد، وكنفتخروا بولاد بلادنا، وخصنا نعطيهم غير هذيك ان شونس زعما كاين باش يبينوا القدرات ديالهم. والصراحة تبارك الله عليهم بزاف بزاف بزاف، وما كاينش شي كلمات نقدر نوصفها اللي زعما كنقدر نقولها لهم، حيت صراحه بينوا على العلو الكعب ديالهم في المباريات، سيرتو المباراه ديال الاسبانيون هذيك نقولوا مباراه منفيه، حيت كانوا دي بروبليم مع لي كوتشينغ وهداك الشيء. دونك حنا نساو الماضي، حنا نشوفوا دابا ولاد اليوم، وتبارك الله عليهم. هاد الميداليه النحاسيه اللي خدينا هادي راه مفخره للمغاربه، كاول زعما كاول منتخب عربي ولا افريقي كيوصل لهاد البوديوم، كيطلع البوديوم 3 بلاص. دونك راه تبارك الله عليهم، والله الا فرحونا بزاف بزاف، وديما مغرب وكنموتوا على المغرب، والله يخليكم ديما هكا، ونشوفوكم في كوب دافريك 2025 وكوب دي مود 2026، وان شاء الله وبهاد لا جونيس هادي نقدروا نديروا شي حاجه في لافونير، حيت علاش عندنا انفيكتيف تبارك الله عليه مانيفيك صراحه. اللي الدراري كويريه هذيك اللعيبه ديال كيف كنقولوا دقيقيه. اداء المنتخب المغربي اليوم اداء استثنائي، اول حاجه حنا فرحانين بزاف بفوز المنتخب المغربي. وبالنسبه للطريق السكيتيوي نقدروا نقولوا انه اخفق مره في التسيير، ولكن نجح ثلاثه المرات في تدبير شؤون المباراه، ونتمنوا من الله انه يتعلم من الدروس ديال هذه الالعاب الاولمبيه ويزيد القدام، لان هذا ماشي انتقاد، هذا غير فقط نقد بناء باش ديما ان شاء الله نشوفوا المنتخب ديالنا في الصدارة. المغرب ديما بحصه زيرو، فنشوف فرحانين بزاف صراحه، وراح يخصو كان هو هدف والهدف الاول المغرب حاليا ياك. طريق سكيتي هو تاهو مدرب هاي صراحه. المنتخب المغربي راه مفرحنا ومفرح جميع المغاربه، خاصنا نعتمدوا على الفرق الصغيره باش تكون ان شاء الله مع الالعاب القادمه ان شاء الله. المدرب تيخطا وما تيخطاش راه مزيان، فهمتي؟ النوبه الاولى راه كان هكا، دابا مشى معاهم مزيان، راه غادي في السكه مستقيم.